هذه الأبواب الخمسة قلنا تصلح أن تكون مقدمة لكتاب التوحيد. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يشرح هذا التوحيد الذي وجب عليه وتشوق ولا تشوق إليه ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. أراد أن يبين لك التوحيد الآن من هذا الباب من باب تفسير التوحيد إلى نهاية الكتاب. هذا فيه تفسير في التوحيد الذي وجب عليك وعلى فضله ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعاء إليه. بعد هذا ذكر تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضدها تتبين الأشياء. نريد أن نبين أنواع الشرك الأكبر. من يذكر لي أنواع الشرك الأكبر؟ أنواع أو أقسام الشرك الأكبر؟ أنواع أو أقسام الشرك الأكبر. الأول الشرك في الدعاء. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله، ودعاء المسألة كذلك فيما يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر على المخلوق دعاء المسألة فيما يقدر على المخلوق أن يصح شروط أربعة اللي هو الحي والحاضر القادم تعتقد أنه سوى، اختل شرط انتقل إلى الشرك. نعم، إذا هذا القسم الأول من أقسام الشرك الأكبر، الشرك في الدعاء. الثاني الشرك في النية والإرادة والقصد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. الثالث الشرك في المحبة. والرابع الشرك في الطاعة. هذا اللي على الكرسي. أعطينا كتاب. الكتاب. أوقف. ماذا قلت؟ أنك منشغل. لا خليك معي تعود لي أنواع الشرك الأكبر أربعة وهي شرك في الدعاء. أصبر معي أربعة. شرك في الدعاء وشرك في المحبة وشرك في الطاعة وشرك في النية والإرادة قصد. نعم شرك في الدعاء وشرك في المحبة
الشرك في الطاعة والنية والأراد والقصد. تعيد. شرك في الدعاء، شرك في المحبة، في الطاعة، في النية والأراد والقصد. آخر مرة. شرك في الدعاء، في المحبة، في الطاعة، والنية والإرادة والقصد. نعم، انتبه معي. جزاك الله خير، تقدم قليلا. إخوانا اللي يريد يتكلم المسجد، إما أن يتكلم هو أن يتكلم نحن. ما يصلح أن يكون هنا جماعة وهنا جماعة تتكلم. صحيح يا شيخ؟ نعم. طيب. إذا شرك في الدعاء، دعاء عبادة، شرك أكبر. يصلي لغير الله، يصوم لغير الله، يحج لغير الله، شرك أكبر. وشرك في الدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله، طلب الولد والرزق من غير الله شرك أكبر. طلب من الأموال. نعم. طيب. الثاني الشرك في المحبة، وفقك الله لما أحب. قل آمين. شرك في المحبة، أقسام أو أنواع المحبة ثلاثة: محبة مع الله، ومحبة طبيعية، ومحبة في الله أو لله. ثلاثة أقسام. أقسام المحبة ثلاثة: محبة مع الله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله أيضا: المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. ما نوع هذه المحبة؟ شرك أكبر. يحب الأنداد والأصنام والأولياء وكذا، محبة مساوية لمحبة الله. هذه المحبة شرك أكبر. طيب أين محبة الأنبياء والصالحين ومحبة الملائكة وكذا؟ محبتهم لا يمكن أن تكون مساوية لمحبة الله، صحيح؟ أي نعم. إذا القسم الأول من أقسام المحبة، المحبة مع الله، حكم هذه المحبة شرك أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، محبة مساوية لمحبة الله، شرك أكبر. القسم الثاني من المحبة، محبة واجبة من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، البغض في الله. تحب من في الله؟ من تحب في الله؟ نعم. إجمالا. نعم. كل من أحبهم الله. صحيح. نعم. نعم. العمل والعامل والأزمنة والأمكن، أربع أشياء إجمالا. محبة العمل والعامل والأزمنة والأمكن. محبة العمل تحب كل ما جاءت في الشريعة: التوحيد، الصلاة، الصيام، الحج. سيأتي معنا بإذن الله في نواقض الإسلام أن من أبغض شيء قليل أو كثير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. يصلي لكن يبغض الصلاة، كافر عليه الصلاة والسلام عنه. محبة العمل الثاني، محبة العامل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة، الصالحين، طلاب العلم، الأئمة. نعم. الثالث أزمنة يحبها الله: ثلث الليل الآخر، رمضان مثلا. الرابع أمكن يحبها الله: مساجد مكة، المدينة، جبل أحد. يحب. نعم، جبل يحبنا ونحبه.
صحيح. ضد هذا البغض في الله يبغض من في الله؟ يبغض في الله من يعصي الله. أربع أشياء وهي عمل وعامل وأزمنة وأمكن. عمل كل ما حرم الله وتقدم هذا الشرك صح؟ عامل من عمل كفار أهل النفاق صح؟ أي نعم. أبو جهل إبليس فرعون. الرابع الثالث الأزمة. أزمن يحب رأس السنة؟ ممكن صح؟ أزمن يحتفل بالكفار بعدم احتفالاته. أمكنة هل يأتي أماكن الشرك؟ لا أبدا. أماكن اللهو والمعاصي يبغضها في من؟ في الله. من أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله فتح الله عليك. إذا محبة عمل وعامل وأزمنة وأمكن واجب. محبة واجب. الثالث من المحبة تعرف؟ تعرف؟ نعم نعم. محبة طبيعية، محبة الوالد الولد الزوجة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، شرط أن لا يقدم هذه المحبة على محبة الله. هذه محبة طبيعية. نعم فتح الله عنك. إذن مرة أخرى أقسم المحبة ثلاثة: مع الله شركك، لله وفي الله واجب، للعمل والعامل أزمنة ممكن، وضد هذا البغض في الله. ومحبة طبيعية جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله. عندنا أمر مهم جدا في المحبة. ابن القيم رحمه الله يقول: قضى الله قضى وقضاء الله لا يرد. قضى الله قضى وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدر محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدر محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. فكلنا أخذنا بذنب. فرعون قدم محبة السلطان وهذه الأنهار تجري من تحته، عذب بماذا؟ بهذا بالسلطان. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأنهار تجري من فوق. بالصلاة والسلام عليه. قارون قدم محبة المال، عذب بماله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحب الولد. وأمر الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه. ماذا صنع؟ قدم محبة من؟ محبة الله. ولذلك كان الخليل عليه الصلاة والسلام، نعم، أنه قدم محبة الله على كل شيء. عذابهم فيك عذب وبعدهم فيك قرب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. خليل. والخلة فيما نعلم لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على بعض الناس، يقول بعض الناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ومحمد حبيب الله. خطأ، لأن الخلة أعلى من المحبة. يقول إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام ثبتت لهم فيما نعلم الخلة. نعم. طيب حتى مع الله شد أكبر. حب لله أو في الله واجب. محبة طبيعية جاءت.
المحبة مع الله شرك أكبر، لله ولله واجب محبة طبيعية. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن كل من قدر خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. تقدم خوفك من المخلوق على خوفك من الله تقع في الشرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا، كان جزاء من جنس العمل. لا تخاف إلا من الله. طيب شرك في الدعاء، شرك في المحبة، شرك في الطاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اتخذوا أحبارهم علماء، اتخذوا أحبارهم وربانهم عبادا، أربابا قدموا طاعة العباد والعلماء على طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وشرك في النية والإرادة والقصد. أنا ما يتعلق بتفسير التوحيد أن لابد أن تحذر من أنواع الشرك الأكبر. نعم، مع الحذر من الشرك الأصغر، سيأتي معنا بإذن الله تعالى. هذا الباب الأول. الباب الثاني باب تفسير التوحيد. بعد هذا من الأبواب قلنا كل واحد يأخذ منكم باب. نعم، نفس الحلقة والفي، نفس الحلقة والفي. الباب باب من الشرك، لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا باب مهم جدا، واقع لأن واقع تحدث عن واقع اليوم. الآن بعض الناس هدانا الله إياه تجد على باب المنزل يضع رأس ثوب، أعلى الذئاب، حافر الفرس، نعل قديمة، كف خرز زرقاء، عظم بعض الأشياء، يكتب بعض الكتابات. عين الحسود لا تسود، يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. صح، سمك، حوت، أسد، حدث ولا حرج. صح، موجود موجود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دواب ولديه حجرات، هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم على بيته شيء؟ لا. الصحابة رضي الله عليهم وضعوا؟ إذا انتظر؟ لا. من الحامل؟ الله. إذا هذه الأمور كلها ما يمكن نضع منها شيء، رأس الثوب، أعلى الذئاب، الحافر، نعل قديمة، إطارات السيارات، كف، أسد، حوت، كتابات، بعض الأشياء، سواء الولد على المنزل، السيارة، داخل المنزل كذا. والبعض يضع أول ما تدخل من المنزل قل هو الله أحد، في أول ما ذكر قل أعوذ برب الناس، لا يجوز. هذا التعليق كله محرم، ما تعلق شيء أبدا.
إذا ما حكم تعليق هذه الأشياء في المنازل في السيارات في كذا على الأولاد؟ هذا كله محرم، مفهوم؟ مهم جدا. هذا موجود؟ وبعض يقول لا داعي نعلم الناس التوحيد، التوحيد عرفناه. الله قال ما في داعي، ما لا داعي نعلم الناس التوحيد. حتى ما يضع بعض الناس الآن على السيارات ما شاء الله تبارك الله ما يجوز. نعم هو أنت إيه نعم النبي صلى الله عليه وسلم وضع على بيته ما شاء الله تبارك الله. نعم كان لديه دواب عليه الصلاة والسلام وضع عليه شيء من هذا تضع؟ لا أبد ما تضع عليه شيء. مجلس حتى الله عليك. طيب الثاني هذا صاحب المنزل الذي وضع رأس الثورة عن الذئاب النعل القديمة قوات السيارات بعض الأشياء كتب عن الحسود لا تسوق مثلا كف خمسة وخميسة يسموها بعض الناس صح؟ نعم. نأتي إليه يا أخي لماذا تضع هذه الأشياء؟ لماذا تضع؟ قال لأن هذه الأشياء هي التي تطرد الجن والشياطين. رأس الثوب هو الذي يطرد الجن والشياطين. هذا شرك، شرك أكبر من اعتقد أن لهذا تصرف خفي الكون بيد جلب المنافع دفع المضار. شرك أكبر. هذا قسم من الناس، قسم الأول. الثاني جئنا إلى هذا قم ياخذ اتق الله لماذا تضع؟ قال والله الآن عرفت، تبت إلى الله الآن أنزل هذا الأشياء. هذا معذور لأنه جاهل كمان يعلمنا الحمد لله انتهى. هذا قسم الثاني. الثالث قال لا، هذه الأشياء جعلها الله سبب لدفع الجن والشياطين والعين. هذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الشرك أصغر. هذا قسم الثالث. الرابع بعض الشباب هدانا الله اياه. بعض الشباب هدانا الله اياه يعلق هذه الاشياء. تجد يعلق على حلقي وعلى كذا، سبحان الله كانه ما يوجد في الدنيا شيء يعلق عليه الا رسومات يرسم على ظهره وكذا، كان هو سبوره هذه ما مشكله. حتى ما بقى في الجسد شيء، كل شيء إما معلق أو مرسوم عليه. يا أخي لماذا تصنع هذه الأشياء؟ لماذا تعلق؟ لماذا هذا الرسم؟ لماذا كذا؟ قال أنا ما عندي أي اعتقاد، أنا أعرف هذا الشرك وهذا الأفعال كذا وكذا. لماذا تعلق؟ قال ما عندي أي اعتقاد أبدا، والله ما اعتقد شيء أبدا، أنا أعلق هكذا زين. نقول أنت بهذا الفعل مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن في هذا التشبه بمن؟ بالمشركين واحد. الثاني هذا في فتح باب شرع على الناس، مرة رأك تلبس يظن أن هذا جالس في الإسلام فيلبس ويعلم الأصلي. نعم ثم إخواني الآن ذكرنا لكم أن المسلم لا بد أن يكون قدوة للآخرين، ولا بد أن يعرف المسلم ويميز المسلم بماذا؟ من الكافر. الآن لو تضع كافر كتاب وكافر مجوسي وتضع معه مسلم في بعض الأماكن، هل تستطيع أن تفرق بين الثلاثة؟ نعم تقول استطيع، لكن اذا كان هذا المسلم متمسك بماذا؟ بديني. لكن في بعض المجتمعات قد لا تفهم، حتى في النساء ما تعرف المسلم من الكافر عيالنا. نحن قوم قال اعزنا الله بالاسلام، مهما ابتغينا العزه بغير هذا لانه
شهر هذا. طيب اذا الناس في هذا الباب على كم قسم؟ على أربعة أقسام: جاهل معلم يعتقد تأثيرا بذاته شرك أكبر، يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصل، ليس لديه اعتقاد مثل حال بعض الشباب هذان الأيام، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، مفهوم؟ حتى إن كان هذه الآيات من القرآن، نعم مفهوم؟ أجلس وانتهى معنا. طيب التمائم الآن، تمائم شيء يوضع على الأولاد يكتب فيه أحيانا آية من القرآن وكذا، تعلق في الرقبة أو في اليد أو في الرجل أو كذا، هل يصح؟ لا يصح. تمائم كلها من الشرك، انتبه، كلها من شرك يا أخوان. هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع تميمة؟ ها؟ الصحابة رضي الله عليهم. إذن بل قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني ما يتم الله أمره، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب إذا التعليق كله محرم، المعلق أقسام أربعة، رأينا إنسان علق تميم، هل ندعو عليه نقول لا أتم الله لك؟ هذا الأخ خرج وجد امرأة سامحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العنهن فإنهن ملعونات، ماذا يصنع؟ هل يقول لها الله يلعنك يا ملعون؟ يسجد؟ اوقف، لا لا امامك، ايه هل يصح هذا؟ لا ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال العنهن، هذا من باب العموم، اما تلعنها بعينها اشكال كبير، فماذا تصنع؟ اما ان تلعن تقول اللهم العن كل سابق دون ان تسمعها، او إذا أمنت من الفتنة تقول لها اتق الله يا أمة الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنه، صح؟ أي نعم، مفهوم؟ إذا هناك فرق بين لعن معين ولعن أهل المعاصي على وجه العموم، فماذا تصنع؟ رأيت امرأة شابة تنظر إليها؟ قلنا كلب أسد، لابد تنتبه، تغير المنكر، كيف؟ من راى منكم منكرا فليغيره، قلب، ومن هذا تقول اللهم العن كل سابق، أو تتلو عليها حديث، نعم، تقول لها اتق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهن فإنهن ملعونات، فتح الله عليك. طيب إذا هذه الأمور كلها من الشرك. بعد هذا ذكر أيضا باب ما جاء في الرقى والتمم، هذا الباب مهم أيضا، باب ما جاء في الرقى والتمم. الرقية الآن تنقسم إلى قسمين، الرقية تنقسم إلى قسمين: شرعية وشركية، رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية لا بد فيها من توفر شروط ثلاثة، إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى الشركية مرة أخرى. الرقية تنقسم إلى قسمين: شرعية وشركية. فالرقية الشرعية لا بد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة، اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى
الشركي. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة. إنه لا يوجد رقية بغير الكتاب والسنة إلا أن كانت من باب الدعاء. يصح يدعو صح؟ نعم. إذا أن تكون الرقية من الكتاب والسنة. نظم هذا الأخ أراد أن يقرأ على نفسه وعلى أخيه، فأخذ يقرأ سورة الفاتحة. يصح تحقق الشرط الأول أن تكون من الكتاب، هذا ما كتاب. أو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يصح سنة. أو قال يا رب يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي. يصح صح الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كان في باب الدعاء يا حي يا قيوم. لكن جاءنا برقية من غير لا من الكتاب ولا من السنة، أو دعا باسم ليس من أسماء الله، لعله ينادي إبليس. صحيح؟ مش كبر هذا. طيب إذا هذا هو الشرط الأول، أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كان من باب الدعاء. الشرط الثاني في الرقية أن تكون بكلام معلوم مفهوم وباللغة العربية، لأنه لا يوجد رقية غير اللغة العربية. كلام معلوم خرج بهذا كلام مجهول ما ندري إيش هذا الكلام، يعني ما ندري. تقول يا أخي هذا كلام مجهول، أنا أريد أسمع هذا الكلام، ترفع صوتك أول وكلام أفهم. الحمد لله رب العالمين، فهمت؟ وباللغة العربية، إنه لا يوجد رقية غير اللغة العربية إلا إذا كان لا يعرف اللغة العربية وأراد أن يدعو باللغة الفرنسية. هل يصح أن يدعو باللغة الفرنسية أو لا يصح؟ يصح بشرط ألا يغير الأسماء الحسنى، بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى. يقول يا الله، ولا يصح أن يقول ما ليس من أسماء الله ديو. المهم هذا ليس، هذا إلحاد لأسماء الله. وأنت تسمع بعض الناس من باب الحضارة اليوم، يعني عندما يتعجب يقول كان. المهم ما يصح، لأن هذا ينادي أي إله، ولله الأسماء الحسنى باللغة العربية، فيدعو بلغته بشرط أن لا يغير أسماء الحسنى. مثال يقول يا الله اغفر لي، دون أن يغير الأسماء الحسنى. إذا هذا هو الشرط الثاني، أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية، إنه لا يوجد رقية غير اللغة العربية إلا إذا كان يدعو بلغته. يصح بشرط ألا يغير الأسماء الحسنى. يا الله يا الله، يا رحمن يا حي يا قيوم. نعم. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. والله إنه ترى بعض الناس يعني يعتقد في الراقي أن بيده الشفاء. صح؟ يمرض بعض الناس ويبحث عن علاج، فيأتي هذا قال اسمع اذهب إلى فلان، قال ماذا به؟ قال خطير، لو فيك شيخ الجن والعفاريت هذا يخرج. صح؟ نعم. الإشكال عندنا أخواننا، في إشكال أنه بعض الناس عفان الله وإياكم موسوس موسوس، والوساوس لو فتح الإنسان هذا الباب على نفسه ما يغلق أبدا،
يوسوس ان به مس، يوسوس انه مسحور، يوسوس انه محسود، يوسوس كذا. جاء رجل لابن عقيل، ابن عقيل امام، فقال معي ابن عقيل، لا خلوه لا تمام اي نعم معي انا ما ارى عينيك اي هكذا جيد. جاء رجل لابن عقيل وقال يا امام اني انغمس في اليم، يعني ادخل داخل البحر وداخل النار ولا يرى منه شيء، ادخل للاتساع ثم اخرج وارى ان بقي مني شيء لم يصبه الماء، فماذا علي؟ يعني يدخل بكامل في الماء ويخرج بقلب اظن اوسوس، يعني ان بقي مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال ارى والله اعلم انه لا صمت عليك، مثلك لا يصل. قال ولم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه وانت احدهم. وسوس، وسوس النبي سفع، وسوس اقطع الوسواس، جاءت الشريعه قطع الوساوس، الحمد لله ما عندنا وساوس، في وسواس طبعا، لانه قال ما بال اليهود والنصارى لا تاتي وساوس في عباداتهم، يعني الان انت عندما تصلي ياتيك الشيطان واذكر كذا واذكر كذا، وما رايك في نصنع اليوم كذا يعني صحيح، لماذا تاتيك انت الوساوس؟ واهل الكتاب ما تاتي وساوس، سئل قال ما بال اليهود والنصارى لا تاتي وساوس في عباداتهم؟ قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخلق، اعمالهم كلها خراب، وش تصنع فيها؟ يفسدك في فاسد اصلا اعمالك، لانها صالحه يريد ان يفسد عليك الشيطان بماذا؟ بالوساوس، يا اخي اقطع هذا دائما الوساوس وابتعد. فهذا اللي يقول والله انا في مس، عندي كذا عندي كذا، ثم اقتراحات من بعض الناس اللي تسمع اليوم، يعني سبحان الله لعب في باب الرقية. هذا يقول اسمع، تريد تعرف ان بك مس او لا؟ نعم نعم كيف؟ قال اسمع، ادخل الى غرفة اسمع، ما شاء الله اسمع البعض من الطب، مشكلة اخوانا تسمع لمن؟ اسمع كتاب السنة يا اخي. قال اسمع، تصنع كذا وتصنع كذا وتصنع كذا، إذا جاك النعاس مس، وإذا جاءك كذا سحر، سبحان الله من خلق. والبعض يقول اسمع، عندما تريد النوم اشعل الضوء وضع سماعات في الصوت المرتفع على اذنيك واستمع صوت البقر كامل، ما تستطيع تنام اصلا يا اخوان، والله سبحان الله ماذا تسمع يا اخي؟ قل الاذكار واطفئ الضوء، اعوذ بكلمات الله التامات، ونعم الحمد لله، صح؟ نعم، واترك الوساوس، اترك هذه الامور كلها، صحيح؟ الحمد لله، ما فيك الا العافيه، الحمد لله. اذا هذا باب الرقيه، ماذا تصنع فيه؟ يا اخي اطلع على نفسي دائما لا اشكر، والذهاب وغير هذا في نفس التوكل، الذهاب الى الرقاب اصلا. طيب اذا هذا باب الرقيه، اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه تنتقل الرقيه من شرعيه الى شركيه. نعم طيب بعد هذا، بعد باب ما جاء في الرقاب تمام. نعم. ومن تبرك بشجر، باب من تبرك بشجر او حجر والنهر نعم طيب، التبرك طلب البركه، التبرك
طلب البركة، يعني يطلب البركة. التبرك إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي، هذا تبرك مشروع. وإذا لم يثبت في التبرك شيء لا شرعا ولا حسا يكون تبرك ممنوع الشرك أصلا، وقد يصل الشرك الأصلا. مرة أخرى، التبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. التبرك المشروع يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي، وإذا لم يثبت في هذا شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من التبرك المشروع إلى التبرك الممنوع. بالمثال يتضح المقال بإذن الله. هذا الأخ يقول أنا أحافظ على الصلوات المفروضة في الجماعة. لماذا؟ قال لأن صلاة الجماعة بركة، صح؟ أفضل من صلاة الفرد بخمس أو بسبع عشرين درجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تبرك مشروع بأمر شرعي، صح؟ أي نعم. وهذا الأخ قال أنا أصلي النافلة في البيت لأن النافلة في البيت بركة، صح؟ نعم، أفضل من الصلاة في المسجد. وهذا قال أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون في المدينة لأن سكن المدينة بركة، يصح؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل المدينة ضعف ما جعلت مكة من البركة. أرض الشام أرض مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ماء زمزم، ماء مبارك، صح؟ أي نعم، طعام طعم وشفاء سر، وزمزم لما شرب له يحفظ القرآن ويتدبر ويعمل بالقرآن. لماذا؟ قال لأن قراءة القرآن بركة، والتدبر بركة، والعمل بركة، والتداوي بركة، يعني الرقية بالقرآن، صح؟ نعم، تبرك مشروع بأمر شرعي. الثاني تبرك بأمر محسوس. يقول هذا الأخ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب مباركة، الأئمة الأربعة بارك الله في علمهم، صح؟ تبرك محسوس. طيب، بعض الناس يتمسك بالمشايخ، قال بركاتك يا سيدنا الشيخ، يمسح عليه، يصح؟ ها؟ ما يصح؟ يسمع بعض الناس، يصح؟ تبرك ممنوع. يتمسح بجدران المسجد، يصح؟ ها؟ يتمسح بتربة القبور، تربة مباركة، يصح؟ يتمسح بجبل أحد، يصح؟ بجبل أحد، جبل يحبه ونحبه، يصح؟ لا يصح. جبل يحبنا ونحبه ما يتمسح به. لو كان أحد يغني عن أحد شيئا لا أغنى عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، صحيح؟ طيب، سؤال مهم جدا، يتمسح بالحجر الأسود، يصح أو لا يصح؟ من يعني؟ يتمسح بالحجر الأسود، نعم أو قال يمسح على نفسي وعلى أولادي ويأخذ الغتر والملابس يمسحها بالكعبة وبالحجر الأسود، هذه تكون كفني إذا مت إن شاء الله، يصح؟ ما يصح. يقبل يقول والله كما قال عمر والله إني لعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصنع كما صنع،
يزيد وامسح ويقول كفني كلا يسح ابد ما يسح. نعم طيب مره اخرى تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك بامر شرعي قراءه القران العمل به التداول بالقران. نعم تبرك بامر حسي كتب الائمه مثلا. تبرك لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا تبرك ممنوع.